يعني طول هالمدة وانت هنا ما سافرتي؟ انت شو عرفك انه انا ما سافرت؟ شفت صورتك بجوال موضي. لحقت تورجيك ياها؟ هي ما ورتني اياها، انا اللي شفتها. هي كانت تسولف عن واحدة اسمها عبير، شافتها مع ديمو، بس من أول ما جاب الطاري عبير عرفت إنها أنت المقصودة. انت شو بيهمك اذا سافرت ولا ما سافرت طالما انا ما عم اقرب عليك؟ أنت ما تدرين وش سويتي ياسمين؟ شو ساويت؟ انا كل اللي عملته اني حملت حالي ومشيت وبس. انت اللي ساويت، انت اللي اجيت لعندي لحتى تخطبني وهي لساتها على زمتك. انت اللي كذبت علي وقلت لي انك تركتها قوم بجي على المشفى بشوفها معك. انا شو ساويت؟ حملت حالي ومشيت وبعدت وبس؟ وانت حددت موعد عرسك. بس أنا توقعت إني خلاص خسرتك، ما راح أشوفك مرة ثانية. اللي بده التاني بيقدر يوصل له. منصور انت حتى ما كلفت خاطرك انك تسأل عني. خالتك سدت الطريق بوجهي، قالت لي إنك سافرتي. ايه، وانت قررت تكمله لهذا الطريق مع مودي؟ ما كان عندي حلول ياسمين، انت مو راضية تعطيني وقت، وانت عارفة اني ما اقدر اتركها بيوم وليلة. ياسمين انت ضغطتي علي، ضغطتي علي لين صار اللي صار. صدق ما كان عندي اي حل ثاني. حاج نضحك على بعض؟ حاج انا لو عطيتك العمر كله ما كنت رح تتركها. اساسا انا مالي جاي لهون لحتى اسمع مبرراتك. أنا جاي من شان الفضيحة اللي اجيت عملتها عندي بالبيت قدام الجيران وقدام رفيقتي اللي قاعدة معي. احنا اللي بيناتنا خلص انتهى من زمان. لك أنا اليوم لسه كنت معها لخطيبتك قاعدة عم تورجيني صورة فستان عرسها اللي حتى نزفر لك فيه. بس أنا أحبك. هذا أنا ورثت، صار عندي فلوس، ما كنت أحلم أصلاً أن يكونون عندي، بس حياتي نفس ما هي ما تغيرت. أدري أنك أنت اللي وقفتي معاي وأن أنت الوحيدة اللي ظليتي معاي طول الوقت ليه ما وصلت هالمكان، بس أنا مو همتني الفلوس. قلت لها أنا مستعد أعطيك ورثي كله، بس أبيها توصلني لهم. وعلى فكرة ترى هي قاعد تدور عليك بعد. يبا لا تزعلين مني، سامحيني، بس ترى هذه الطريقة الوحيدة اللي كانت عندي اللي عشان أقدر أوصل لك أنت بعد. بقول لك سر، تدرين هي ليش عايشة للحين؟ لأنها هي الوحيدة اللي راح توصلني لهم. عرفتي بعد ما أوصل لهم شو راح يصير؟ أيوة جاي لحتى تقلي بحبك وعرسك بعد كم يوم وبيتكون عم يتجهز وحياتك كلها صارت مرهونة لتحقق لها أحلامك؟ أحلام مين؟ من جنيتي أنتي؟